نشوف معكم ارا لا فيديو جديد او رياكشن جديد الشباب. كما كتشوفوا الدراري عندنا واحد رياكشن على بلانات ديال الرعب الدراري اللي هاد الايامات كنت ما كنديروهمش الدراري نهار واحد ما داروش ماشي هاد الايامات. البارح درت لكم فيديو اللي كيتنزل ديما اصلا مع 10 ديال الليل. المهم فيديوهات ديال الرعب مع 10 ديال الليل ريس انستغرام الدراري عندهم التوقيت عاود ديالهم اللي كيبقى فهمتوا ديما هي 8 ديال العشيه ولكن ماشي ديما كيكون الدراري على حسب البلان. ابار دري حاجات اخرين مثلا بحال رياكشن ديال الراب ولا شي بلانت اخرين راه ما عندهمش واحد الوقت محدد لحقاش تراكات ديال الراب اصلا كل مره فوقاش كينزلوا يعني ما عندهمش واحد الوقت محدد كاين بعد حتى التراك كينزل حتى 12 ديال الليل فهمتوا بلان. كما كتشوفوا الدري عندنا هذا البلان ديال الرياكشن غنديروه وما الله يحضر السلام وصافي انتم ما كتعرفوا الدري البلان ديال الراب كيف كيخرجوا مره كنتقلبوا على الكرسي كل مره كيفاش الدري شنو غنعطي عليكم غنبداو لحقاش ما بغيتش الفيرامون الفيديو يجي طويل فيديو في 10 ديال الدقائق ندير واحد الرياك نبدا. هذا شاب من امريكا وظيفته سائق سياره اسعاف. الشاب هو وصديقه بينما كانوا راجعين للمستشفى حسوا بوجود شيء موجود معاهم في السياره لكن هما الطوموبيلات هكا ديال الاسعاف كيكونوا كيخلعوا ما الغريب في الامر. شنو هادشي هذا؟ صوت غريب. وقيل الدراري شي روح ماتت لهم في الطوموبيل ديال الاسعاف فهمتي بقى الخيال ديالها الشبع. بعد ما كان الشاب يحاول ياخذ مفاتيح السيارة كان في صوت غريب وكأنه كان يحدره. الشيء المرعب ما كان الصوت بل الشيء اللي قرر يطلع لهم. ثلاث اصدقاء كانوا في البيت بروحهم لكن واحد منهم قرر من انه يتصل بامه لاسباب مرعبة. الاصدقاء محبوسين في الغرفة والسبب كانوا حاسين بوجود شخص رابع معاهم في البيت. الام اتصلت بش ثلاثة بيهم راه يخرجوا يطبقوا امه واخا يكون اللي كان شرطة بحكم من انها بعيدة عن البيت. كان على الزجاج هل كان الشرطة فتشت البيت وما كان في وجود لأي شخص رابع معاهم لكن بعد ربع ساعة من مغادرة الشرطة للبيت الشباب فعلا كانوا حاسين بوجود شخص معاهم وقرروا من أنهم يفتشوا البيت لكن صارت معاهم أحداث كانت كافية من أنهم يهربوا بسرعة من البيت. مثلا ¿Te apasionan los cómics, los videojuegos o el cine de animación? Pues decirte que ناري 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 ضبانة سيد واصح حول ولا قوة إلا بالله. شو كيخلع؟ أمريكا الدراري بزاف كيوقعوا فيها هادشي هذا بزاف بالرجل. شالوا الدوار واحد من الأصدقاء لاحظ بوجود شيء يتحرك في الظلام.
يتحرك في الظلام راه خرجوا من الباب ديال الزنقه ومشيو فحالكم الزنقه اللي ماشيين تما. على الرغم من ان الكاميرا ما صورت شيء، لكن اغلبكم ما لاحظ الشيء اللي كان يراقبهم من البدايه، جسم غريب يتحرك بسرعه بعد ما لاحظ خروجهم من الغرفه. من الممكن يكون سفاح امريكا كاينه شي، من الممكن يكون البيت مسكون. اكتب لي رايك. هذه البنت من فرنسا، البنت اشترت بيتها الجديد وكانت عايشه بروحها في البيت. والمهم في البدايه لاحظت قطتها تتصرف بطريقه مرعبه وكانها تشوف شيء مش موجود. حتى نقطه الدراري مشات كيعد كيديروا لي بعد الساعه دابا ناعسه كتاك تغوت. في آخر الليل البنت لاحظت أشياء غريبة في البيت وما كانت مرتاحة أبدا، عشانه ما كان مسكون فوق من 5 سنوات. لكن أنا كنت ندري غادك اللي بشي صوت غير يخرج لي على غفلة عمقا ما صار مقهد مش قد لعب. كمية الرعب والأشياء اللي ما لها تفسير وكأنه يطردها من البيت. أتشي هذا ما هو هذا؟ أتشي خايب. انا في بلاصه تسولوني الدراري انا في بلاصه اقرب طاقه فهمتي غنخرج منه. وما يمكنش عاود فهمتي تبقى مطايف مع شي حاجه انت اصلا ما كتشوفهاش في الاصل، ما يمكنش. في اليوم اللي بعده في اخر الليل في اشياء تتحرك في الغرفه والبنت ما تشوفها. ديال من هذا الراس الدراري هذا حول ولا قوة الا بالله. الله توكيت على البعد. خرج بحالك من الدار. شو العينين بانوا. شافوا بنت مفقودة من سنوات في الغابة. كارلي غوسي بنت من أمريكا من ولاية كاليفورنيا. البنت كانت مفقودة 8 سنوات، لكن يوتيوبر هو وصديقها راكبين دراجات بينما كانوا في الغابة. شوفوا كارلي تمشي بطريقة غريبة حافية القدمين نحيفة بشكل مرعب. يقول صديقها شافها في مكان تاني وكانت تحاول تقرب منه، والغريب من أنها تنتقل من مكان لمكان بسرعة. بعد بلاغهم للشرطة الشرطة ما لقت أي أثر لكارلي إلى حد الآن. لو حسيت نفسك مراقب وانت في الحمام من الممكن يكون هذا السبب. طالب جامعي
تشوكة اللحم. والله العظيم تشوكة الدراري في هذه اللعبة. من المكسيك كان يستخدم دورة المياه. الشاب قال من إنه ما في ولا حد موجود معاه، لكن سمع صوت شخص دق باب الحمام. انتو ما غادخلعوا لنا الدراري، ما بقاوش يدخلون طواليت بالليل اصاحبي. الدراري هذا القصه دوكانا لا بورتا بيرو كيرو كي فيان كي بوس نو اي نادا فيان اي استا مي ريفليجو مي ريفليجو بيرو فيان دي استي لادو بوس اكي نو اي نادا فيان كا تامبوكو فيان كي تامبوكو اي نادا اكي بوس تامبوكو فيان. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Espérame, voy. ¿Escucharon? ¡Sorry! ¿Escucharon? الشاب قرب من مصدر الصوت، لكن ما لاحظ الوجه اللي كان يراقبه. بعد ما قرب أكتر ما كان فيه ولا حد. لو سمعت صوت دير بالك تمشي له. الإخوان كانوا موجودين في بيت جدتهم في آخر الليل، لكن لاحظوا أصوات غريبة لجدتهم وهي تضحك في الظلام. Cadu, ela tomou remédio. Cadu, ela tomou remédio. Tomou, cara. Tem certeza? Não é possível. Ela não tomou. É óbvio que ela não tomou. Olha como é que ela tá, irmão. Vai lá falar com a tua avó. Cadu. A avó é tu. Deixa eu ver o que ele assume. O que ele quer me dizer? Resolve isso, Cadu. Dá um jeito nisso. Vai, fala com ela. É a avó dele que se fode. O chab يحاول يقرب منها. Boa, para com isso, boa. Cadu, sai daí! Cadu, Cadu, vai lá falar com ela, Cadu! Cadu, fala com ela! Fala com ela! Fala com ela! Fala com ela! Ela não vai ficar assim, ela vai ficar fora. Controla com... ela, Cadu, pelo amor de Deus! Quebrou! Pelo amor de Deus, moleque, sério! صوت صراخ فجأة أرعب الإخوة وأجبرهم يرجعوا للغرفة. من الممكن تكون جدتهم ومن الممكن تكون لا. دراري كيما كتشوفوا كون هذا هو الاخر ديال الفيديو، الا عجبكم هذا الفيديو تبغوا تابوناو وديروا جيم، خليو داك الجرس، فعلوا الجرس الدراري لحقاش هادشي فريمون كيخلع. ما بقاش ندير لكم هاد الفيديوهات هادو بالليل لحقاش. الحمد لله شوف دابا العشيه الدراري فهمتوا بلان من الساعة دي ستة والسبعة الله يعني بدك يطيح الظلام. علام راضي مع علام الدراري شي رجع كيخلع على هادشي اللي كيوقع روينة. والله كيما كتشوف الدراري كان هذا هو الفيديو، عجبكم تمنى تابوناو وديرو جيم، خلو داك اللايك، فعلوا جرس الدراري، خليكم دابا يلاه بيس.